في هذه السنة نحن مقدمين برنامج الحسن بالذاكرة، محورنا لهذا العام عن البرزة. حابين في هذه السنة نعرف الجمهور والأجيال هذه عن دور البرزة، كون المكان اللي كان يجتمع فيه الشيخ مع أعوانه مع المواطنين لحل المشاكل الفكرية والاقتصادية والاجتماعية، وأي قضية كانت موجودة في المجتمع تحل في هذه البرزة. وكان يجتمع فيها كبار الشخصيات، أصحاب العلم، القضاء، أصحاب الرأي السديد، وحتى كبار التجار كانوا يتواجدون في هذا المجتمع في الجلسة هاي. فكنا حابين نعرف الجمهور عن هذه البرزة. شكراً.